جائحة الكورونا اللي خلت التوينسا يشد الدار على الأقل شهرين وإلى أكثر أثرت على عديد القطاعات وخاصة المهنة الصغرى ولا المهنة الهشة، وفما اللي لا عندهم لا تغطية اجتماعية ولا دخل قار، اللي يخدم يخلص واللي ما يخدمش ما يخلصش، من بينتهم المعينات المنزليات اللي ينطلق اليوم في المستير دعمهم بعد التضرر ولا الضرر الكبير اللي حصل لهم خلال الأزمة والفترة هذية. أكثر معطيات معنا رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة سيدة أقبيل حيزري. أهلا وسهلا، مرحبا على إيفام. مرحبا بيك. مرحبا، شكرا جزيلا. مرحبا بكم، والحمد لله خرجنا منها المحنة وإن شاء الله ما نعودوش نرجعوا لها. إن شاء الله هذا اللي نتمنيه. أول حاجة حبيت نحكي معاك على انطلاق دعم المعينات المنزليات، نحب نعرف العدد نتاعهم بالضبط، كيفاش حصرتوا العدد هذايا والمنتفعات من الدعم. هو برنامج دعم المعينات المنزليات اسمه على جسمه، خلال فترة كورونا عن طريق الجمعيات القروض الصغيرة. البرنامج هذا الحقيقة تم تفعيله عن طريق وزارة الإشراف، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغيرة المتعارف عليها، نقولوا لها جمعيات تنموية الموجودة تقريبا في كل الولايات وفي كل المعتمديات بكل جهات في تونس. هو مشروع وطني ولكن انطلق اليوم في المنستير، البداية كانت من هو المنستير. مشروع وطني انطلق الحقيقة، الاتفاقية بدأت في جوان، تفعلت في شهر جوان، صحت في 27 بالضبط، في 27 مائي وصلتنا المراسلة بأن يلزمنا نخدم عليه البرنامج هذايا. ولكن قمنا في أول مرحلة بجلسة عمل مع الشركاء معنا وخاصة منهم الجمعيات التنموية. تم اختيار جمعيتين تنميتين في على مستوى ولاية مستير، اللي هي جمعية تنموية أو التنمية بابن حسين وببقالطة، وموجودة على مستوى كل الولايات. معناه اللي يسمع فينا يعرف بأنه هو في إطار البرنامج هذايا، معينة منزلية ليس لها تغطية اجتماعية ولا تتمتع بعقد شغل عمل. أو عمل شغل أو عمل قادرة باش تتجه إما للمندوبية، مندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أو الجمعية ذات العلاقة بهذا البرنامج، جمعيتين ذات العلاقة، ويتجهوا ويشوفوا كيفاش نجموا يتمتعوا بهالقرض اللي هو قيمته 1000 دينار. يتعطى دبي، يتعطى بعد شهرين مهلة، تكون خلاصوا على 24 دفعة. معناها كي نقولوا 24 دفعة معناها على سنتين، بقيمة بمعادل 50 دينار تقريبا في الشهر لإعادة القرض. الاختيار تم كما حكينا بأنه بشراكة مع جمعية القروض الصغرى، قمنا بالتنسيق اللي قريب المندوبية وقريب الجهة. مثلا احنا نحكيو على مدينة مستير، المعتمديات اللي قريب بتلنا مرحبا بها واستقبلناها وفسرنا لها شنو الوثائق اللي هي الوثائق تضم مطلب في القرض هذايا، معناه بتعميره اللي فيه معطيات شخصيه على المعينه المنزليه، بينا في الحاله الاجتماعيه اللي تثبت بان هي معينه منزليه، وهذه نجم الشيخ يعاوننا ولا المعتمد ولا بما انه ما عندهمش عقود عمل مشكله في الاثبات. هذا حبيت نسألك زيدا مدام، مقر السكنة، شهادة إقامة خاصة معينة منزليات نقاوهم جايين عندهم من أصيلية عديد الولايات المجاورة والأخرى، يعطيونا شهادة إقامة في الجهة هذيك. كي نحكي مثلا على ولاية مستير أو غيرها من الولايات، كل واحد هو مربوط بالبرنامج بجهته. ثم ونسخة بطاقة تعريف، هذا الملف الأولي اللي نقومه بعدها بالنظر في الملفات وأنه في الكريتير، في شنو الكريتير، ما حبيش نحكي المواصفات اللي يكون المعينة المنزلية تستحقها. معناه كي نحكيه على معينة منزلية أو نحكيه على معين نظافة في مؤسسة إتاتيك ولا مؤسسة عمومية أو في مؤسسة يتمتع بالسينيسيس
ويتمتع وعنده كونترا دي ترافاي عنده معني عقد عمل. هذوكم الحقيقة المرتبة لنبعد، لكن شكون الوضعية الهشة والوضعيات الهشة الهشة جائحة كوفيد 19 وغير جائحة كوفيد 19 الحقيقة هما وضعية هشة من قبل وضعية من قبل جائحة كوفيد 19 اللي ما يتمتعوش بتغطية اجتماعية وعقود عمل، هكا فهمت منك؟ هذا هو هذا هو. حبيت نسألك في نقطتين مهمين مدام قبيل. أول حاجة وقتاش باش يتحصلوا على المبالغ هذية؟ لأنه قلت لي توا ينجموا يبداوا يتقدموا بالطلبات نتاعهم الملف كما كنت تحكينا، وقتاش يتحصلوا على المبالغ؟ معنا هو حاولنا بأسرع وقت باش يكون الشهر هذا يكون فيه معني بخطيكمان تفعيل البرنامج كان سريع جدا. فما تاريخ محدد لبداية صرف المساعدات هذية لو نجم نسميها مساعدات؟ بين في أعطاء الإشعارات الموافقة احنا اتفقنا على حتى الآن على 50 ملف لمعينات منزلية يتمتعوا بألف دينار كل واحدة منهم. وإشعارات موافقة تم تقديم إشعارات موافقة منذ يوم أمس إلى يوم الخميس، وشي تواصل تقديم الإشعارات بالتنسيق مع جمعيات القروض الصغيرة اللي في بني حسين وفي بقاسة، وتقديم الألف دينار يكون مصاحب مع ملف تجيبه المعينة المنزلية نظاما يضمن خلاص هذا القرض. كيفش يضمن خلاص الضامن؟ يكون من جهة ولاية المستير ضامن. سمحني جوز باش نفسر للناس اللي تسمع فينا مدام. دونك أول حاجة فهم الأوراق اللي يزم يتقدموا بها القرض ولا مش مساعدة؟ مطلب قرض. مطلب القرض قرض اللي هو فيه فوائد 200 دينار ما أنت منش مش نسميه لا يتجاوز 46 دينار وهو يعني غير ربحي تماما. ما قلت لنا مدام 50 دينار في الشهر مدة عامين المجموعة متاحهم 1200 دينار وقت اللي هو القرض 1000 دينار ما أنت منش مش نسميها مساعدة بمية بالمية. هذي نتصور حتى الناس اللي تسمع فينا عندها تساؤل هذية يقولك لو كان مساعدة علاش فما حتى نسبة ربح صغيرة في القرض؟ هو أهون من لما نفهميش معني نقوله المطلب القرض لتحسين ظروف عيش المعينات المنزلية اللي هو باش يعاونها باش كان عندها فواتير متاع معالم كيران نزل ولا مصاريف الأسرية اليومية اللي دينت اللي عندها اسميت اشتراك عندها مثلا معالم حضانة المصاريف اللي ما نجمت يعني قرض استهلاك قروض استهلاك شامل نعاونوهم بها. واضح يعني التسمية مدام إقبال يعني نجم نسميهم قروض استهلاك أكثر من دعم هكا ولا؟ هو الدعم في للظروف القاسية اللي هي توا تمرت بها الحقيقة المعينة المنزلية، وانا كي نسمع معينة منزلية تقوليش نعمل بهم حاجة معناها ما شاء الله على نساء تونس معناها كيفاش تخمم بأنه مثلا اللي شي يعمل طابونة اللي شي يعمل شي حل يخدم من شوية حلويات معايا مدامة معاك بتبيعة باش يحركوا دوليب بشوية تفهم أي؟ تفهم التفكير متاع المرأة رغم بساطة مستوى الدراسي وقلة الإمكانيات زيدة وقلة الإمكانيات تفهم كيفاش المرأة التونسية قديش رايدة في حتى في أبسط هذه ما نختلفوش عليه. بطبيعة الحال حبيت نرجع معاك النقطة أخيرة أنت أثرتها قلت الضامن يعني القروض هذه باش يتحصلوا عليها فما مجموعة من الأوراق لازم تتوفر في الملف ويلزم ضامن. شكون الضامن؟ شنو فسرنا للي يسمع بأنه احنا في الاتفاقية دي التعامل مع الجمعيات التنموية القروض الصغرى يطلب ويفرض علينا ضامن يعني يفرض على الإنسان اللي شي يتمتع بالقرض من الجمعية التنموية ضامن يضمن فيه بأنه يقوم بدفع الأقساط ومش أي ضامن. الضامن من المفروض تتوفر فيه شروط معينة بأنه يجيب لنا في شفي أجر معين لازم يكون عنده هكا ولا لا ما عندوش أجر معين، المهم يكون عنده سالير كونتينيو يعني عنده سالير شنو هي أجر أجر دائم ويثبتوا في دي بي وكسري بونكير أو بوستال معناها وبيان بيان حسابات أو بيان مكشوفات حسابية فيها بأنه عنده سالير هدية ونسخة بطاقة تعريف
وهذا لا يمنع بأن النظام لن يدفع شيء، هو تدفع صاحبة القرض. صاحبة القرض بتبيع. أما الحقيقة علاش نعود سألتك على الضامن مدام إقبال، لأنه نتصور سيدة باشا توينسا كي يسمعوا الأخبار هذية يقولوا خممنا احنا بيدنا في المعينات المنزليات، ونعرفوا أن ظروفها مصيبة برشا خاصة في فترة الكورونا، وبيدرة طيبة وأنه هكا نحاولوا نسيموا حتى بالمبلغ هذية اللي كما كنت فسري سيتك، فما البعض منهم اللي قاعدين يخموا في مشاريع صغرى ينجموا يعملوها بالمبلغ لبسيت هذية اللي نجم يحل برشا مشاكل حتى صغرى معناها، ورغم كيكا يجتهدوا بالضبط. ولكن ماذا بينا نتصور هذه الملاحظة متاع مجمل الناس اللي تسمع فينا، وأنه الملف يكون أسهل برشا من هكا باش نسهلوا عليهم هالمعينات المنزليات، باش ما يتعذبوش في تحضير الأوراق اللي كنا نحكيوا عليهم، والضامن اللي نجم يكون متوفر عندهم حد من العائلة نجم يكون ضامن ليهم، كيما تنجم تكون ما عندهاش حتى سند دونك ما عندها حتى ضامن، لذا باش يكون صعيب عليها وأنها تتمتع بالدعم هذي. نتمنى أنكم تخموا في النقطة هذية. تمام، نحن قاعدين نعمل في اجتهادات ما خاطر الاتفاقية تضبطنا وتتحددنا بعض الوثائق اللازمة لذات العلاقة بالجمعيات التنموية، معناها رغم كيكة احنا قاعدين نعمل في اجتهاد، مثلا كان ما تنجمش تجيب شهادة الإقامة تجيب فاتورة الضوء أو فاتورة الماء، كل حاجة عندها حل. اي نلقى احنا قاعدين نعمل في مجهود كبير بانه انتي اللي جينا المراه اللي جي وتقول اني مستحقه ومعنيها عاونوني، نحاولوا بانه ينجم تكون حتى صاحب العمل توقفت ب 50 دينار ممكن ياثر في معينه منزليه، ولكن صاحب عمل يتخدم في شركه او تخدم في عياده طبيب او غيرها ينجم 50 دينار تنجم هذيك يحسبها حتى صدقه الحقيقه، معناها ينجم يعاونها بها. بالضبط، ونحن نعرفوا مدام التوينس قاعدين يقفوا مع بعضهم وقاعدين يأزروا في بعضهم خاصة في الأزمة اللي تعديت نتاع الكورونا، ولكن البيدرة هذية بالحق للتونسي في التونسي رحمة الحقيقة. جستما يعطيك صحة، نشكرك على التدخل والتوضيحات. كنت معنا السيدة إقبال الحجري رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة. المواطنين لازم يقفوا مع بعضهم، ولكن الدولة زادة والجهات المعنية والمسؤولة لازم تسهل على المواطن. كي نحكيوا على معينة منزليات مبلغ 1000 دينار ينجم يحل برشا بيبان مسكرة بالنسبة ليهم، ولكن فما فائض كمان 200 دينار دونك ما نجموش نسميوه الدعم 100%، هو قرض ولازم تكون فيه بعض الضمانات. نتمنى وانه اللي ماذا بيهم يتحصلوا على القرض هذا يتمكنوا انه يكون عندهم ضامن ولا كفيل باش ينجموا ياخذوا هالدعم او القرض هذايا في اطار حملة دعم المعينات المنزليات، واللي هو مشروع وطني في تونس الكل، ولكن الانطلاقة بدأت من المونستير. احنا مواصلين معكم حتى للخمسة على IFM احلى راديو. رجعيني صندوق الجوائح، نحكيو على الموضوع هذية في الكيف، خاصة وانه الموسم الزراعي يتأثر بشكل كبير المدة هذية، ونمشي وزيدة القفصة نحكيو على احالة 4 محامين على عدم المباشرة بسبب السمسرة في بعض الملفات وسلب اموال المواطنين ولا الناس اللي قدمت لهم القضايا متاعهم باش يترافعوا فيها.